صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أشد عداوة للمسلمين، اليهود والنصارى أم الشيعة والروافض؟ كلهم أعداء للمسلمين. الله جل وعلا قال: لتجدن أشد الناس عداوة للذين آمنوا اليهود والذين أشركوا، يهود والمشركون. وكل من أشرك بالله من أي طائفة كان، من أشرك بالله ودعا غير الله فهو أشد عداوة للموحدين وللمسلمين. نعم.